بسم الله الرحمن الرحيم، امتثالا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، بفضل من الله تعالى ومنة العينة، ثم بهمة وعزيمة اختصاصيين في لواء الصمود جنود الله، بالاستعانة بالخبرات المتواجدة في مناطقنا المحررة، ونظرا لضعف الدعم الخارجي بالسلاح النوعي، تم التوصل إلى تصميم وتصنيع رجيم الصواريخ من عيار 57 ملم، ترمي هذه الرجيم الصواريخ من نوع SK-5. بالإضافة بأنها يمكن الرمي بهذه الصواريخ على الدشم الهندسي لقوات نظام الأسد والعربات والآليات المدرعة. ونعدكم بإذن الله تعالى بأننا سوف نبقى نواصل الليل بالنهار في سبيل الله، ثم في سبيل إعداد العد المناسب لمقاتلة هذا النظام الأسدي الفاجر الفاقد للشرعية إن شاء الله.